نظفنا الاخطبوط من الأحشاء الداخلية والفم والعينين، وهنلاحظ يا جماعة المصاصات بتاعته شكلها من عن قرب اهو يا جماعة. ونسيت أقول لكم إن الأخطبوط بيمتلك 3 قلوب، تمام؟ هنبدأ نتعامل مع كل أخطبوط، يعني نفسي أعمل لكم إن شاء الله أخطبوط علشان نشوي الأخطبوط. هنحتاج برضو يا جماعة إناء نحط فيه ملح وفلفل أسود، وجبت أنا خل البلح، وزيت زيتون، وأبدأ أقلبهم مع بعض يمتزجوا، وهدخله على الشواية العلوية. قلبت الاخطبوط بالمزيج اللي أنا حطيته، زيت زيتون وخل البلح، وأضفت جزء من خل الأعشاب برضو يا جماعة مع الفلفل الأسمر والملح شوية، وهبدأ أجيب الصاج بتاع الفرن وأدخلها الفرن عشان يتشوي. وبكده يا جماعة الاخطبوط بقى جاهز عشان أدخله الفرن، محطوط على صاج متبل تتبيلة خل بلح. بنتابع شوي الاخطبوط عشان نقلبه على الوش الثاني لما يتحمر الوش ده يا جماعة. اللي هقلب فيها الاخطبوط، قلبت الاخطبوط على الوجه الثاني يا جماعة، ونتابع. الاخطبوط المشوي بعد ما اتشوى ادي الشكل يا جماعة، وان شاء الله هقطعه نصفين عشان اوريكم اللحم بتاعه. قسمت الاخطبوط نصفين، وادي يا جماعة نموذج لذراع الاخطبوط. ممكن حضرتك تتناوله من خلال انك انت تحط مايونيز او كاتشب او طحينة، وبألف هنا وصحة إن شاء الله.